السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي. هنحل مع بعض النهاردة Exercise 5 من كتاب المعاصر في فرع الألجبرا درس Geometric Transformations of Basic Function and Curves. طيب، احنا خدنا الـ Basic Curves واتكلمنا على الـ Geometric Transformations. أولا خلينا نقول إيه هي الـ Basic Transformations أو الـ Main Transformations اللي احنا هنتعرض لها في الدرس بتاعنا. احنا قلنا إن الـ Curve وليكن مثلا الكيرف اللي هو الاكس باور 2 ده ممكن يحصل له اكتر من ترانسفورميشن. الترانسفورميشن الاول اللي ممكن يحصل للكيرف ده هو ممكن يطلع ابورد فيبقى شكله كده، وممكن الكيرف ينزل داونورد فيبقى شكله كده. خلي بالك ان هو اوبن ابورد، فضل زي ما هو، مره طلع فوق ومره نزل تحت. وممكن برضو الكيرف يتحرك للرايت فيبقى شكله كده، وممكن الكيرف نفسه يتحرك للليفت فيبقى شكله كده. وكمان في عندي ترانسفورميشن اخير، هو ممكن الكيرف يحصل له ريفليكشن اباوت الاكس اكسس فيبقى كده. في حد ذكي واحنا بنشرح الدرس جه سالني قال لي طب امتى بيحصل له ريفليكشن اباوت الواي اكسس؟ هو ريفليكشن اباوت الواي اكسس ده لو كان عباره عن ايه؟ لو كان ايفن فانكشن. طيب تعال نشوف الترانسفورميشنز والتاثير بتاعها. الدرس هيتكلم على الـ main transformations اللي احنا قلناهم دلوقتي، وهيتكلم على تأثير الـ main transformations على الدومين وعلى الرينج وعلى نوع الفانكشن إذا كانت even أو odd أو neither nor. وكمان هيتكلم على الـ one-to-one function، والأفضل من ده كله إن احنا هنتعلم إزاي ممكن نعمل sketch للكيرف بمجرد ما نشوف الإكويجن، وإزاي ممكن لو شفنا إكويجن نتخيل شكل الكيرف بتاعها علشان نختاره من بين عدة اختيارات. أول حاجة لو كانت الفانكشن اللي أنا عايز أجيبها هي g of x equals، أو الشكل لو كانت f of x plus c. طب لو كانت f of x minus c. طب لو كانت f of x plus c، ولو كانت f of x minus c، ولو كانت negative f of x. طب لو كانت equals c f of x. كل ده كلام جميل جدا ومهم جدا ان احنا نعرفه. اولا ال f of x plus c ده هيخلي الكيرف يطلع upward فيتحرك لفوق، يبقى ده هيحركه upward. f of x minus c ده هيخلي الكيرف يتحرك downward. طب كام step؟ على قد ال c، يعني لو plus 7 يبقى هيطلع 7 points. طيب f of x plus c، ال c دي جوه الكيرف، فمعنى كده ان الكيرف بتاعها هيتحرك ليفت. خلي بالك ان اللي جوه بالعكس، يعني x plus c هيحركه ليفت و x minus c هيحركه ايه؟ رايت. طب النيجاتيف x ده هيعمل له ريفليكشن about مين؟ ال x axis. طب لو في هنا c constant، الكونستانت ده بيخلي الكيرف شكله زي ما هو، والبوينت اللي هي الريفرنس بوينت اللي احنا سميناها واحنا بنشرح ريفرنس بوينت اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ يا اما فيرتكس يا اما بوينت اوف سيمتري، وهنشرح الحالتين بتاعتها دلوقتي، او نقول امتى كانت سيمتريك وامتى كانت فيرتكس. السي ده ما بيأثرش خالص على الفيرتكس ولا الريفرنس بوينت اصلا، ولكن السي ده لو كان سي greater، طبعا انا بتكلم على c positive لانه لو negative في reflection. طب لو c greater than 1 او c less than 1 ايه اللي هيحصل؟ لو كان c يا جماعه greater than 1 او less than 1 هيحصل stretching، بس ال stretching ده هيبقى ايه؟ خلي بالكم معايا عشان الكلام ده مهم. دلوقتي ال f of x equal x power 2 دي شكلها كده، لو انا عملت لها تايمز اي نمبر وليكن بقت 3x power 2، الكيرف كله هيحصل له ايه؟ هيروح close to y axis، يعني هيقرب من ال y axis. يعني الكيرف الفيرتكس بتاعته فضلت زي ما هي وقرب من الواي اكسس. انما لو كانت السي less than 1 يبقى الكيرف هيروح فين؟ هيبعد عن الواي، هيدايفرج من الواي اكسس، يبقى هيتحرك في الاتجاه ده. كده لحد دلوقتي تمام؟ تمام جدا. امتى الريفرنس بوينت دي كان اسمها فيرتكس وامتى كان اسمها بوينت اوف سيمتري؟ انا كان في عندي حالتين فيها فيرتكس، الاكس باور 2 والابسوليوت الاكس، دي اسمها فيرتكس ودي اسمها ايه؟ فيرتكس. طيب كان عندي كمان ايه؟ كان عندي في اللي هي الاكس باور 3
وكان عندي في الفراكشنال فانكشن دي كده ما اسمهاش فيرتكس بس اسمها بوينت اوف سيمتري، دي ما اسمهاش فيرتكس بس اسمها بوينت اوف سيمتري. طب كان في حاجة جميلة جدا ممكن تحصل للكيرف، ايه هي؟ كان ممكن يحصل للكيرف يا جماعة كل الترانسفورميشنز مع بعض، فتبقى الاف اوف اكس ايكوالز مثلا جي اوف اكس بلس 3 ماينس 4، وادي نيجاتيف كمان. المشكلة البوينت اوف سيمتري بتاعتي ايه؟ طبعا هنا مثلا وليكم باور 2 اللي هي الفيرتكس بتاعتي مين؟ مش دي بلس 3 يبقى نيجاتيف 3، طب ودي نيجاتيف 4 يبقى تفضل نيجاتيف 4 زي ما هي، احنا بنعكس اللي جوه. طب والنيجاتيف ده خلى الكيرف يبقى اوبن داون وورد، دي حاجه ثانيه. الريفليكشن ده انا بعمله امتى؟ الريفليكشن اباوت الاكس اكسس المفروض انك انت بتعمله في البدايه. طب ما هو ممكن يجي يسالني هنا، خلي بالك احنا بنقول الافكار الرئيسيه سريعا كده مش بنشرح. وهو ممكن يجيب لي كيرف زي ده ويقول لي انه الفانكشن دي هي الريفليكشن بتاع الفانكشن دي اباوت، واختار مش دي نيجاتيف ودي مش نيجاتيف. طب اباوت مين؟ حد يقول لي نيجاتيف يعني اباوت الاكس اكسس. لا يا جميل، ما دام الفيرتكس اتغيرت يبقى كل حاجه اتغيرت. الريفليكشن هنا ما بقاش اباوت الاكس اكسس، ده بقى اباوت الستريت لاين واي ايكوالز نيجاتيف 4. طيب كل ده هيبان معايا فين؟ في الاكسرسايز واحنا بنحل، لان احنا كل نقطه هنقولها هنشرحها مش هنحل ونجري على طول. النقطة الأخيرة اللي أنا ما قلتهاش في السمري السريع ده، اللي هو مش سمري للدرس لأن إحنا شرحنا في السيشنز شرحنا باستفاضة، بس النقطة الأخيرة اللي أنا بفكركم فيها إن أنا أكدت عليك وأنا بشرح إنه الأساس عندي علشان أحدد الجراف أختار جراف من الجيفنز زي كده، أو عشان أرسم إن أنا أحدد الريفرنس بوينت. طيب ده x باور 2 يبقى ده كوادراتيك اللي هي شكلها كده، بس هي عدلة ولا مقلوبة؟ طب اتحركت يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت؟ عملت كل ده. أولا في هنا بلس 2، يبقى أنت بص أنا مش هبص على الاختيارات، أنا هعمل كده وهقول لك على حاجة حلوة. مش ده بلس 2؟ يبقى أنت طالع فوق 2. وهنا ماينس 3 يبقى هتتحرك يمين 3، يبقى الفيرتكس بقت أهي. مش ده نيجاتيف؟ أيوه يبقى أهو. مين من الكيرفز اللي عندي هو الكلام ده؟ 3 و2 أهي الفيرتكس وأوبن داون وورد، يبقى الاختيار إيه هو الصحيح؟ اوعى تقعد تضيع وقت في درس سهل زي ده. دي الكيوبيك فانكشن. طب الفيرتكس بتاعها ايه يا جميل؟ اولا النيجاتيف ده بتاع هنا، علشان ما حدش يقول لي نيجاتيف 2 يبقى نزلت تحت. لا، ال 2 دي اصلا لو جبتها هناك يبقى دي نيجاتيف اكس ماينس 1 اول باور 3 بلس 2. يبقى انا الفيرتكس بتاعتي فين يا جميل؟ نيجاتيف 1 هيبقى 1 و2 يبقى 2. ليه؟ لان اللي جوه بيتعكس. ادي الفيرتكس وفي نيجاتيف، فهي بدل ما كانت كده هتبقى كده، لأن الكيرف الرئيسي قبل ما يتعمل له ريفليكشن كان شكله كده، صح؟ طب مين منهم اللي بينطبق عليه الكلام ده؟ الاختيار ادي 1 و2 وده هو عامل ريفليكشن، يبقى الاختيار بي. نشوف السؤال اللي بعده. هنا جميل جدا، دي الفراكشنال فانكشن اللي هي كانت كده وكده، طبعا انا مش هقعد اقول الكلام ده كتير، بس الفيرتكس بتاعتها او السيمتري البوينت اوف سيمتري الريفرنس بوينت بتاعتها فين؟ مفيش هنا بلس، صح؟ يبقى ما اتحركتش فوق ولا تحت، بس هنا في ماينس 2 يبقى اتحركت 2 ستيبس تو رايت. يبقى هتتحرك 2 ستيبس فين؟ تو رايت. يعني الفيرتكس او البوينت اوف سيمتري بتاعتي او الريفرنس بوينت بتاعتي اللي هي مين؟ 2 و0. طب فين 2 و0 يا جميل؟ اهي. طب الكيرف ده ماينس ولا بوزيتيف؟ لا بوزيتيف. يبقى خلي بالك علشان السؤال ده في حتة تانية شبهه، لو قال لي 1 over 2 minus x، يا نهار أبيض، خلاص أنا كده حليت. حليت إيه بقى؟ هناخد negative common factor فهتبقى 1 minus over، والنيجاتيف الكومن فاكتور أهي، ال 2 هتبقى negative 2 والإكس هتبقى plus x، يبقى هتبقى negative 1 over x minus 2. يعني نفس الكيرف اللي فات بس هيحصل له reflection، فأنت مثلا بدل ما تختار ده كنت هتختار مين؟ اللي هو ده هيبقى كده وده هيبقى كده، اللي هو مفيش طبعا في الاختيارات، لا تقريبا اللي هو ده. يبقى الكيرف ده هو ده. انت لازم تعرف الـ كل واحده منهم مين علشان ما تتلخبطش، لان في تشابه. خلي بالكم الدرس بتاع السكتشنج كيرفز ده مهم جدا في ثالث ثانوي. انا عندي 1 ماينس الكلام الجميل ده، نفس الكلام انا هنا عندي ابسوليوت وماينس يعني هتبقى اوبن داون وورد. طب الفيرتكس بتاعتها كام؟ دي 2 ودي ايه؟
محدش يقول لي ماينس 1، حضرتك بتقرا من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال، يبقى دي بوزيتيف 1، يبقى 2 1 ادي 2 مفيش 2، ادي 2 وادي 1 اهو. طب الفيرتكس ده الكيرف ده بيوبن ابورد، ما ينفعش لا يمكن. طب الكيرف ده اهو 2 1، ما هي دي 2 1 انا رحت سبتها ليه. الكيرف ده بيوبن داون وورد، ايوه يبقى هو ده، يعني الاختيار بيه هو الصحيح. Question 5. The curve of function in given figure translated 2 units in positive direction of 2 axes. يعني الكيرف ده لما يحصل translation 2 units in positive direction of the 2 axes، يعني الvertex بتاعته هتمشي 2 right و 2 a up. Then the function represent that this translation is mean. ولا حاجة، عشان يروح 2 للرايت أولا ده x باور 2، فهيبقى x minus 2 باور 2. ليه؟ علشان يروح رايت في البوزيتيف دايركشن اوف x axis، وعشان يطلع فوق هيبقى بلس 2. فين الكلام ده بقى من هنا اللي هو اختيار D؟ نشوف السؤال اللي بعده. Which of the following function represent this curve؟ أولا دي absolute x أهي، بص أنا ما ببصش على الاختيارات، وبعدين هشوف الvertex، الvertex بتاعتي نزلت تحت 3 يبقى أدي negative 3، وهنا negative 4 يعني x plus 4. طب ليه ما فيش هنا negative؟ عشان هي open upward. طب فين الكلام ده يا جميل؟ أهو x plus 4 minus 3 اللي هو الاختيار C. شوف السؤال اللي بعده. Question 7. Which of the following functions rules is represented by the given figure? ده أولا ده x power 2 صح؟ بس حصل له إيه؟ reflection يبقى negative وادي power 2. طب ال vertex بتاعته فين أهي؟ اتحركت للرايت كام step؟ 1 يبقى x minus 1. شاطر جدع، مين اللي قال كده؟ سامعك تمام. وهنا طلعت up 2 يبقى plus 2 بس كده. أيوه هو ده. مين ده في الاختيارات؟ هنبص نلاقي الاختيار. Question 8. The point of the vertex of the curve of function. يا راجل جاي تهزر معايا أنا ليه؟ هو دي 2 minus x. مش أنا قلت لكم وإحنا بنشرح إن الأبسوليوت والباور 2 بعادي ممكن نقلب 2 minus x هي نفسها x minus 2؟ أيوه، لكن الأود فانكشن عشان أقلب 2 minus x أخليها x minus 2 لازم أطلع نيجاتيف بره، لكن دي even فيجوز. طب جميل جدا. الفيرتكس بقى كده ايه؟ مش دي نيجاتيف 2 يبقى 2، ودي 3 يبقى 3، يبقى 2 اند 3. مفيش 2 اند 3 في الاختيارات ليه؟ اهي هي نمبر A. Question 9. The symmetric point of the function f of x equals x power 3. طب جميل جدا، دي كيوبيك فانكشن. هل الاكس في الفانكشن جواها في حاجه، في بلس او ماينس جوه الباور 3؟ لا، يبقى اول حاجه 0 لان هي ما اتحركتش ولا يمين ولا شمال. طب دي نيجاتيف 2 يبقى هتتحرك داون 2 ستيبس يبقى نيجاتيف 2، يعني الفيرتكس بتاعتي اللي هي 0 اند نيجاتيف 2 او سيمتريك بوينت اللي هي 0 اند نيجاتيف 2. السؤال اللي بعده. ذا سيمتريك بوينت اوف ذا فانكشن اللي هي اولا هي ما اسمهاش سيمتريك بوينت، تمام؟ اسمها فيرتكس بوينت بس مش مشكله احنا هنتعامل معاها. طب ليه ما اسمهاش سيمتريك بوينت؟ لان ده سيمتريك اباوت الواي اكسس اصلا. طيب بس مش مشكله، هنا هنقول له ايه؟ والله دي x بلس 2 يعني انا عندي نيجاتيف 2، ودي 3 يبقى دي 3. يا مستر والنيجاتيف يا قلب المستر، النيجاتيف دي بتخليه اوبن داون وورد بس، والله يبقى نيجاتيف 2 اند 3 اللي هو الاختيار C. Question 11 هيقول انه السيمتريك بوينت اوف ذا كيرف، ما هي دي 1 اوفر x، برضه ما فيش جوه الفراكشن تحت ما فيش بلس ولا ماينس، يبقى 0 و2 يبقى هيطلع up 2 يعني 0 اند 2. Question 12. The point of symmetry of the curve. حلوة قوي اهو، دي negative 3 جوه الفانكشن يبقى تبقى 3، ودي 4 بره الفانكشن تفضل 4 زي ما هي، يعني 3 و4 اللي هو C. نغير اللون علشان الناس اللي قالوا ان اللون الاخضر ما بيبقاش باين، مش عارف الدلع اللي احنا فيه ده، بس يلا مش مشكلة. The symmetric point of the function اهي. هنا بقى محتاجين نشتغل صح؟ طب طبعا صح.
أنا قلت إن الـ x ده denominator وده بتاع الاتنين، يعني x over x plus 1 over x، يعني x over x plus 1 over x. طب ما هو x plus x دي نقدر نشيلها ونحط مكانها plus 1، فبقت 1 over x plus 1، شلت الـ x over x دي وحطيت 1. طب هنا اتحركت يمين أو شمال؟ ما اتحركتش، يبقى 0. اتحركت 1 up يبقى 0 and 1 يعني b. question 14. The function of the curve 1 over x symmetric about the point of function. مش عارف، نقول تاني. If f is the function f of x 1 over x then the symmetric point، أيوة تمام، اللي هي ال f of x plus 1. يا راجل f of x plus 1 ده على طول السيمتريك بوينت بتاعتها اللي هي مين؟ اللي هي نيجاتيف 1. ليه؟ عشان ال 1 دي جوه الفانكشن. 0 ليه؟ لأن مفيش بلس، وده السامري اللي احنا شرحناه في البداية، هو الاختيار C. شوف مين يجاوب معانا question 15. يقول f of x equals a over x minus b plus c. ايه ده؟ a و b و c are numbers و has symmetric point 3 and 3. يبقى a power b plus c equals كام؟ ركز معايا جميل. اولا symmetric دي 3 و 3، يبقى دي x minus 3. ال a دي سيبها على جنب، ليه؟ هقول لك بس. و plus كام؟ plus 3. يبقى انا كده عرفت ان ال b وال c الاتنين كل واحدة ب 3، يعني ال b equals 3 وال c equals 3. طب الـ A، الـ A مش هتتغير لأن هي هتفضل زي ما هي. ليه؟ أنا قلت دي لو كانت 1 أو 2 أو 3 ده بيأثر على الـ stretching، يعني الكيرف بدل ما هو كده ممكن يبقى كده، أو ممكن يقرب أكتر من الـ Y axis، صح؟ يعني هو هيفضل شكله، فالـ A دي ملهاش تأثير. يبقى أنا عندي A power B، أدي A power 3 plus 3 يعني A power 6 اللي هو الاختيار C. Question 16 بيقول لي the vertex of the curve of function f of x equals x plus 3 minus 2. يا سلام، absolute يا راجل. vertex equals كام؟ مش دي plus 3 يبقى negative 3، ودي negative 2 يبقى negative 2، يعني negative 3 ونegative 2 اللي هو الاختيار B. the curve of function f of x equals كلام ده symmetric about the straight line. أيوة حلو قوي. هي دي بتبقى symmetric about مين؟ دي والx power 2 بيبقوا symmetric about straight line اللي هو equals مين؟ هات لي الvertex وانت تعرف. هي الvertex بتاعتها كان مش 2 و 0، يبقى ده symmetric about اللاين ده اللي هو x equal 2. x equals 2 اللي هو اختيار A. The axis of symmetry of the function x power 2 minus 1. يا راجل انت جاي تضحك عليا هنا. مش دي x power 2 minus 1؟ اه، يعني x power 2 زي ما هي بس اتحركت لتحت شوية. ايه ده؟ يعني ما راحتش يمين ما راحتش شمال؟ لا، لان النمبر الموجود negative 1 ده مش جوه ال power 2، يبقى دي ما اتحركتش ولا يمين ولا شمال. تبقى symmetric about مين؟ ال y axis اللي هو x equals 0. شوف السؤال اللي بعده. Question 19. f of x equals 1 over absolute x then the equation of axis of symmetry. يا راجل جاي تضحك معايا هنا ليه؟ axis of symmetry of the curve. طب هو ده شكله ايه اصلا؟ دي شكلها ايه يا جماعه علشان نبقى عارفينها، عشان دي من الحاجات المشهوره. سيبك من الابسوليوت دلوقتي، هي مش دي اصلا 1 over x اللي هي كده؟ طب ما هو حط ابسوليوت، والابسوليوت ده هيعمل ايه يا جميل؟ هيشيل دي كلها اللي في النيجاتيف ويعمل لها reflection about the x axis، فهتبقى في البوزيتيف. دي كده بقت even function ولا لا؟ even function. طب symmetric about مين؟ about ال y axis اللي هو x equals 0 اللي هو الاختيار B. question number 20 قولي f of x equals x minus 1 all power 2 plus 2 increasing in the interval. حلو قوي. دلوقتي بس بالراحة كده ال increase وال decrease بيتغير امتى؟ في ال quadratic function اللي هي ال x power 2. تعالوا ننزل تحت نشرح الحتة دي تاني زي ما شرحناها في السيشن ونرجع نقول تاني. هو مش الكيرف بتاع الاكس باور 2 شكله كده؟ اه. طب هو ماله؟ ديكريز لحد البوينت دي وانكريز لحد البوينت دي، يعني لحد ايه؟ انا لو قلت ان الفيرتكس A و B يبقى الانكريز، ما هي لما كانت دي 0 كان انكريز من نيجاتيف انفينيت ل 0 وانكريز، سوري، ديكريز من نيجاتيف انفينيت ل 0 وانكريز من 0 لانفينيت.
يبقى اللي بيحدد الاكسس اوف سيمتري هو اللي بيحدد الانكريز والديكريز، والكلام ده ينطبق على حاجتين، على الاكس باور 2 والابسوليوت الاكس، مع انه هو كلامنا في الانكريز والديكريز على كل الفانكشنز. يبقى لو الفيرتكس حركت يمين او شمال الانكريز والديكريز هيتغير، فالانكريز بدل ما كان من نيجاتيف انفينيت لزيرو هيبقى من نيجاتيف انفينيت لايه، والديكريز هيبقى من ايه لانفينيت. بس استنى بقى يا جميل، انت رايح فين؟ ده لسه في حاجه تانية. لو كانت الفانكشن بالعكس، لو فيها نيجاتيف قبلها الانكريز هيبقى ديكريز والديكريز هيبقى انكريز، والدنيا هتبقى زي الفل وسهله ولذيذه. نطلع على السؤال على طول ونشوف هنحل ازاي. واحد بيقول لي الرينج، لا مش رينج، ذا فانكشن انكريز. احنا كنا في كويستشن 20 باين. الفانكشن اكس ماينس 1 اول باور 2، اولا الفيرتكس بتاع الدي ايه، يعني انت لو حبيت ترسمها كروكي كده، دي اوبن ابورد عشان بوزيتيف، ودي نيجاتيف 1 يعني اتحركت لل1 وطلعت فوق 2. يبقى انكريز امتى؟ من ال2 لحد الانفينيت. من لا سوري، ده هي اتحركت لليمين 1 واب 2، يبقى دي 1. يبقى من ال1 لحد الانفينيت انكريز. طب فين ال1؟ ادي ال1. فين الانفينيت؟ ادي الانفينيت، والاثنين اوبن. يا سلام عليك، ده السؤال طلع سهل وبيتحل. يبقى لازم نكون فاهمين. طب الـ curve of function decrease on هو ايه ده اصلا؟ هو يعني ايه الفانكشن دي؟ انا مش فاهم، انا مش عارف ايه الفانكشن دي. هي دي معناها ايه؟ دي 2x minus 1 over x minus 1. هي دي فانكشن عادي زي اللي احنا خدناهم، ولا دي fractional function، ولا دي ايه بالظبط؟ بص يا جميل، اول حاجه هتعملها في السؤال ده هتطلع الدومين اللي هو equal r except 1. تاني حاجة هتعملها هتعمل simplify. طب هو كده في simplify؟ اه طبعا في عندي simplify سهل جدا جدا. هيبقى عبارة عن ايه؟ ان دي 2x ودي minus 1. لو اخدت من هنا مثلا 2 common factor ينفع؟ هينفع. بس انا هقولك طريقة اسهل من ده عشان تريح دماغك وتحل بسرعة سريعا. انت دي 2x، يبقى انت لازم اللي تحت دي تبقى 2x زيها علشان نعرف نعمل simplify. فهعمل ايه؟ يا اخد 2 common factor من فوق، يا اما اعمل تحت times 2 واحط 2 فوق. ازاي؟ مش فاهم. اعمل times 2 over 2، فدي هتبقى عبارة عن ايه؟ ادي 2 وادي 2x minus 1 over، ولما اعمل تحت times 2 فهتبقى 2x minus 2. جميل جدا. طب وبعدين يا جميل؟ بعد كده يا جميل كل اللي انت هتعمله انك انت هتزود بلس 1 نيجاتيف 1. ليه؟ برضو جوه 2. يعني خلينا نحط كده مكان نحل فيه عشان السؤال محتاج ستيبس ومحتاج شرح. هنعمل ايه دلوقتي؟ ال2 اهي نزلت زي ما هي، وادي 2x minus 1 minus 1 plus 1. ينفع؟ اه طبعا، انا اللي زودته اخدته، وادي 2x minus 2. طب ما هو ده كده بقى 2x minus 2 صح؟ فبقى الايكويشن بتاعتي عباره عن ايه؟ ادي 2x minus 2 over 2x minus 2، ده كله times 2 بره، plus 1 over 2x minus 2. جميل جدا. طب وبعدين؟ دي راحت مع دي بقت 1 صح؟ تمام جدا. واقدر اخد 2، يعني اهي بقت 1 تايمز 2 ب 2، لان ال 2 دي هتدخل تايمز ال 1 اللي جوه ب 2. وهنا عندي ايه؟ هاخد هاف كومن فاكتور صح؟ لان في 2 و2 وتحت، فبقت هاف تايمز 1 اوفر اكس ماينس 1. كده بقت فانكشن من الفانكشنز اللي انا عارفها ولا لا؟ ايوه، اللي هي الفيرتكس بتاعتها مين؟ 1 و2، والهاف ده، الهاف ده بيأثر على الاستريتشنج. تاني، الفيرتكس هنا مين؟ 1 و2. طيب الفانكشن دي اصلا هل حصل لها ريفليكشن؟ لا، لان مفيش نيجاتيف. يبقى دي شكلها ايه؟ كده. بس خلي بالك، انا الفيرتكس بتاعتي مين؟ او الاكسس اوف سيمتري او البوينت اوف سيمتري سوري، اللي هي مين؟ 1 و2. ادي 1 وادي 2. هنا هعمل اكسس جديده
اللي انا هرسم حواليها الكيرف واروح راسم الكيرف بتاعي اهو. في الحاله دي الكيرف عمل ايه؟ عمل ديكريزنج. الكيرف عمل ايه؟ ديكريزنج. ديكريزنج بقى منين؟ من نيجاتيف انفينيت لحد البوينت دي. البوينت دي اللي هي ايه؟ هو اتحرك للرايت ايه؟ 1. ومن عمل انكريز ولا ديكريز؟ ديكريز. وديكريز تاني من ال 1 للانفينيت. طب يا مستر ما نقول ديكريز في الار اكسبت ال 1، ما ينفعش لان هي بعد ما نزلت طلعت تاني ورجعت نزلت، صح؟ فلازم احط التو انترفلز كل واحده لوحدها، يبقى الاختيار بي هو الاختيار الصحيح. النقطه دي مهمه جدا ولازم نبقى فاهمين. فاهمين ايه بقى؟ احنا عملنا هنا اوبريشن، لازم نفهم الاوبريشن هنا اللي اتعملت مره واثنين وثلاثه لحد ما تعرف تشتغل عليها، ولازم نعرف الانكريز والديكريز ده اشتغلنا عليه ازاي. شوف السؤال اللي بعده. Question 22, the area between the curve of function f of x equals absolute x plus 2 minus 2 and the x-axis. يا سلام، ايه ده؟ هي دي فكرة جديدة ولا فكرة جميلة؟ تعالوا نشوف يا شباب. اولا احنا نرسم التو coordinates axis كده علشان الدنيا تبقى حلوة ولذيذة. ادي الx-axis وادي الy-axis. طب انا محتاج ده. الكيرف ده عباره عن ايه؟ ابسوليوت. عدل ولا مقلوب؟ عدل. ليه؟ علشان ما فيش نيجاتيف. الفيرتكس بتاعته كام؟ مش دي 2؟ يبقى نيجاتيف 2. يبقى ادي 1 وادي 2، يبقى نيجاتيف 2. ادي نيجاتيف 1 وادي نيجاتيف 2، ونيجاتيف 2 يعني كمان نيجاتيف 2 لتحت. يا نهار ابيض، يعني الفيرتكس هي دي. الكيرف ده شكله ازاي لما يترسم؟ هيبقى كده. طب قبل ما ترسم بس تعالى عشان انا عايز اطلب منك خدمه كده لله. ايه هي؟ ما ترسمش كده وبعدين تقول لي هو عمل انترسكشن عند الزيرو وعمل انترسكشن عند الثري او الفور او النيجاتيف فور وات ايفر ما يكون. امال اعمل ايه؟ روح احسب كده زي الذكي. عشان انت، انا اللي انا بعمله ده عشان اشرح، لكن الاذكياء على فكره مش هيحتاجوا يعملوا الكلام ده. هيتخيل شكل الكيرف ويعرف كمان ايه؟ ويعرف الانترسكشن مع الاكس اكسس اللي هو لما الواي بزيرو، اللي هي لما الاف اوف اكس ايكوال زيرو، يعني ابسوليوت اكس بلس 2 ماينس 2 ايكوال زيرو. يعني ابسوليوت اكس بلس 2 ايكوالز 2. وانا قلت ان الابسوليوت عشان تتشال لازم احط بوزيتيف نيجاتيف، يبقى مره هقول الاكس بلس 2 ايكوالز 2 ومره هقول له اكس بلس 2 ايكوالز نيجاتيف 2. على فكره الكلام ده هو اللي هيتشرح في الدرس الجاي. لما تروح دي هناك يبقى الاكس بزيرو، يبقى هو عمل انترسكشن يا جميل عند الزيرو. ولما تروح دي هناك نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 4، يبقى الانترسكشن يا جميل عند النيجاتيف 4. لما تيجي ترسم هترسم كده ابسوليوت كيرف اللي هو عباره عن لاين كده، مالكوش دعوه بالخط، يعني انا هو خطي وحش هعمل لكم ايه؟ طيب عايز الاريا بتاعت التراينجل الجميل ده. اولا البيس بتاعته اللي هي دي، اللينث بتاعها كام؟ من الزيرو للنيجاتيف 4، يبقى 4 عشان ما فيش لينث بالنيجاتيف. والهايت بتاع التراينجل اللي هو الجزء ده، هي مش البوينت دي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 اه، يعني الديستانس بتاعت الواي دي نيجاتيف 2 اه، يبقى الهايت ب 2. يبقى الاريا ايكوالز هاف تايمز بيس تايمز هايت، اللي هي هاف تايمز 2 تايمز 4 ب 4، يبقى 4 يونتس. كده سهل جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. Question 23 بيقول لي the range of the function. بص يا جميل، لما جينا شرحنا الفانكشن اللي هي 1 اوفر اكس، بس دي ابسوليوت، قلنا الرينج بتاعها. خلي بالك ان جالي من شويه سؤال زي كده. جالي سؤال زي كده، طب انا رسمته ازاي؟ عادي، لو انا رسمت الكوردينيتس اكسس مثلا بنفس الطريقه اللي رسمناها المره اللي فاتت اهي، غشيت انا من المره اللي فاتت عشان ما اقعدش ارسم كل شويه، مش فاضي انا. طيب وبعدين هنرسم الكيرف. هو ده عباره عن ايه؟ 1 اوفر اكس اللي هي شكلها كده وكده. طيب بس في ابسوليوت، الابسوليوت بيعمل ايه؟ بيعمل ريفليكشن للجزء اللي تحت ده بيطلع فوق. طب واللي تحت خلاص اختفى، ما هو اتعمل له ريفليكشن، احنا هنرسمه مرتين. خلي بالك الرينج بتاعك بدأ منين؟ من الزيرو اوبن، لان هي ما عملتش تاتش، مستحيل تبقى زيرو، للانفينيت. يبقى من زيرو اوبن لحد الانفينيت يبقى الاختيار بي. شفت الشطاره؟ على طول من غير ما تتعب نفسك. دي من الافكار المهمه جدا علشان تفهم بيها بقيه الدرس. طيب شوف السؤال اللي بعده. هنا عندي ايه؟ اكس باور 2 الفيرتكس بتاعتها ادي 1 2 3 و 4، يبقى 1 2 3 4 1 2 3 4.
والفيرتكس والكيرف بيopen upward، يبقى شكل الكيرف كده. يا جميل، الرينج بتاعي منين؟ بدأ من عند الفور وطلع فوق، بس الفور open ولا close؟ close. ليه؟ عشان هي close، ما هي موجودة، يبقى فور وانفينيت اللي هو الاختيار سي. السؤال اللي بعده نعمل نفس القصة، ننزل كده لتحت، the range of the function. ايه الفرق بين دي وبين اللي فاتت؟ ولا حاجة. هنا ال vertex كام؟ اولا انا قلت ال power 2 دي بتتعكس، فهتبقى 3x minus 2 all power 2. وفي حتة هقولها لك دلوقتي، معلش دي ايه؟ دي minus. في حتة تانية هقولها لك كمان شوية. انا ال 2 minus x هي ال x minus 2 مادام جوه power 2. ال vertex بتاعتي كام يا جميل؟ دي negative 2 ودي 3، محدش ليه دعوة بالنيجاتيف. النيجاتيف دي هتخليها up and downward. يبقى نيجاتيف 2 هتبقى كام؟ هتروح لليمين تبقى 2، و 3 يبقى ادي 3 فوق. طب ده الاوبن بي اوبن داون وورد، يبقى اهو يعني اكبر فاليو عندي اللي هي مين؟ ال 3. وبعدين نزل لحد نيجاتيف انفينيت، يبقى من نيجاتيف انفينيت لحد ال 3 كلوز، اللي هو الاختيار سي. السؤال اللي بعده هنا يا شباب، the range of function. انا قلت هقول لكم على حاجه هنا، انا قلتها والله في البدايه بس انا حابب اقولها تاني عادي يعني. بقول f of x equals حاجه تانيه غير السؤال ده خالص. لو انا قلت لك مثلا 4 minus 2 minus x all power 3 كده، انا عايز اقلب اللي جوه عشان تبقى x minus 2، لان هي ما تنفعش تبقى 2 minus x، هتبقى x minus 2 all power 3. هطلع بره ايه؟ نيجاتيف، فدي هتبقى بلس ودي هتبقى 4، يعني هتبقى عدله. يبقى لما بنعكس دي وبنطلع الساين بره، خلي بالك من الحته دي، انا عارف ان انتوا عارفين بس عشان نتاكد. طب ده ايه ده يا جميل؟ ده يا جميل الملامح حاجه لازم تطلع لها الدومين عشان فيها فراكشن، يبقى الدومين ار اكسبت 1. طب جميل، بعد كده هناخد 2x common factor، فهتبقى 2x common factor، هيفضل جوه عندي ايه؟ x minus 1 over x minus 1. يا نهار ابيض على الجمال، دي راحت مع دي، كده بقت linear function ولا مش linear؟ linear. ومالها increase ولا decrease؟ increase، عشان السلوب بتاعها positive. طب دي اصلا شكلها ايه؟ شكلها كده، بس انا رسمت كده في حاجه غلط. ايه هي؟ ان الدومين r except 1، يعني هتيجي عند ال 1 يا جميل وتروح عامل cut، تيجي عند ال1 وتعمل كات. طيب ال1 اللي عند الكات ده لو قال لي دومين هقول له ار اكسبت 1، لو قال لي رينج يبقى هشيل الايمج بتاعته من الواي. طب ال1 الايمج بتاعته كانت كام؟ 2 تايمز 1 ب2، يبقى ار اكسبت 2 اللي هو الاختيار بي هو الاختيار الصحيح. طب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي 2 ماينس 3 اوفر اكس، عايز الرينج برضه انت تاني. طب ما هو دي اصلا ليها فيرتكس، ليه؟ الفيرتكس بتاعتها دي نيجاتيف 1 يعني 1، ودي 2 هتطلع فوق 2، يبقى اهو 1 و 2. طب الكيرف ده كان شكله ازاي؟ مع انه هو ملوش علاقه بالرينج، بس يلا الكيرف كان شكله ازاي؟ كان شكله كده ولا العكس؟ لا، في هنا نيجاتيف صح؟ يبقى الكيرف كان شكله كده. طب الرينج بتاعي اللي هي ار اكسبت الواي بتاعت الفيرتكس اللي هي 2، الحاجات دي المفروض ان انت خلاص تعرفها وما تبقاش تعملها بالستبس، تبقى عارف ان الرينج في الفراكشنال فانكشن هو ار اكسبت الواي بتاعت الفيرتكس بس كده، او السيمتريك بوينت. طب لو قال لي دومين هقول له ار اكسبت ال1. شوف السؤال اللي بعده، اكسرسايز كله شبه بعض. The range of function f of x equals، يا راجل انت جاي تهزر معايا، مش دي ابسوليوت؟ ايوه. طب اتحركت فين؟ اتحركت يمين وشمال ولا اب وداون؟ لا يمين، عشان نيجاتيف 2 يبقى جت هنا. اتغير شكلها؟ لا، الرينج بتاعها هيتغير خالص، هتبقى ايه؟ من زيرو لانفينيت. طب كلوز ولا اوبن؟ كلوز طبعا. ليه؟ علشان هي دي موجوده اصلا البوينت، يعني مش اختراع. طيب نشوف السؤال اللي بعده.
هنا عندنا برضو سؤال تاني بيقول ايه؟ بيقول the range of function to minus absolute، ايه ده كله؟ انا مش فاهم ده كله ايه. عايزين نجيب الفيرتكس. مين شاطر بقى وهو بيحل السؤال ده؟ مش انا قلت لكم حلوا قبل ما تشوفوا الفيديو؟ وقف الفيديو يلا وحاول تطلع لي الفيرتكس. لو طلعت الفيرتكس تبقى جدع. الفيرتكس ايه هي بقى؟ وقف الفيديو رجعت. طب شوف بقى انت عندك هنا ايه؟ انا قلت انه عشان اجيب الاكس كوردينيت بتاع الفيرتكس باكول اللي جوه الابسليوت بزيرو، فهتبقى 3 ماينس 2 اكس ايكوال زيرو. دي هتروح هناك يبقى 3 ايكوالز 2 اكس، يعني الاكس ايكوالز 3 اوفر 2. جميل جدا. والواي ايكوالز 2 والابسليوت ده معكوس. طب خلي بالك انك لما تيجي ترسم انت ممكن تقول 2 اكس ماينس 3 هي هي عشان ده ابسليوت. يبقى الفيرتكس بتاعتي كام؟ 3 اوفر 2 و 2. دي 3 اوفر 2 اللي هي 1 اند هاف ودي 2. وبعدين الكيرف ده اوبن داون ولا اب؟ لا داون. طب هنا بيقول لي الرينج، يبقى هو جاي من نيجاتيف انفينيت لحد مين؟ لحد 2. خلي بالك رينج يعني واي، مالكش دعوه بالاكس، انت مالك ومال الاكس؟ حد جه ناحيه الاكس؟ لا. يبقى فروم نيجاتيف انفينيت ل 2، وفروم نيجاتيف انفينيت ل 2 ايه؟ كلوز. نشوف السؤال اللي بعده. مفيش سؤال بعده ولا ايه؟ لا احنا كده طلعنا. طيب معلش يا شباب، على طول برضو نفس الفكرة. هنقول السؤال ده بيقول ايه؟ the range of function f of x equals negative absolute exponent. ايه ده؟ عادي، function عادية زي اي function ربنا خلقها. انت عندك هنا negative، طب سيبك من negative دلوقتي، عندك هنا x power 3 جوه ال absolute. هي مش ال x power 3 اصلا كان شكلها كده؟ طب لما احطها جوه ال absolute يبقى دي اتعكست وبقت كده. خلي بالك عشان الكلام ده مهم، يعني اللي تحت دي اتشالت؟ اتشالت، سوري. طب بعد ما عملت انا الشغل ده كله رحت حاطط لها نيجاتيف تاني، انت تاني، انت كل شويه بغير حاجه، مش مشكله عادي براحتنا بقى. يبقى هنيجي نعمل لها ريفليكشن اباوت الاكس اكسس، فهيبقى شكلها كده. يبقى الرينج يا جميل منين؟ من نيجاتيف انفينيت لحد الزيرو. فين النيجاتيف انفينيت لحد الزيرو؟ اهي اللي هو الاختيار سي. مهم جدا انك تعرف انا رسمت ازاي علشان تبقى عارف شكل كل فانكشن. عشان كده بقول شوف الفيديو، لان انا في الفيديو انا ما حليتلكش السؤال ومشيت، انا حليت السؤال وشرحت افكار كتير جنبه مش بس فكره السؤال. طيب the range of function f of x، واي حد هيعمل معاك كده يعني اي مدرس بتشوف له حل، شوفوا يا جماعه شوفوا حلول لمدرس واثنين وثلاثه وافهم واشتغل. الناس كلها بتشتغل وبتتعب وبتبذل مجهود عشان انتوا تستفيدوا، وانتوا معروض لكم فرص ما كانتش متاحة لأي حد قبلكم. فنشوف علشان نستفيد، علشان نتعلم، علشان السنة الجاية إن شاء الله وإحنا بنذاكر نعرف نذاكر ماث، وما نجيش من أول السنة كده ونقول إيه إحنا فقدنا طاقتنا. ليه؟ لأن إحنا بنحل. طب ما أنت كنت المفروض إنك جاي متدرب على الحل من أولى وتانية ثانوي. أرجع للسؤال. The range of function x absolute x، بس كده. هنا في لعبة جديدة خالص، إيه هي؟ هي إيه الفانكشن إكس أبسليوت الإكس؟ أول ما تشوف أبسليوت تعمل لي ريديفاين، يبقى الإف أوف إكس إيكوالز. الإكس أبسليوت الإكس دي ليها حالتين، حالة لما الإكس جريتر ذان زيرو، وحالة لما الإكس ليس ذان زيرو. لما الإكس جريتر ذان زيرو يبقى دي إكس، لما الإكس ليس ذان زيرو يبقى دي نيجاتيف إكس، فإكس في إكس بإكس باور 2، وإكس في نيجاتيف إكس بنيجاتيف إكس باور 2، بس كده يا جميل. طب الرسمة دي إزاي؟ الاكس باور 2 يا شباب اللي هي الجزء البوزيتيف اللي هي جريتر ذان اور ايكوال 0 اهي، والنيجاتيف اكس باور 2 مش هي اصلا الاكس باور 2 هنا المفروض تبقى هنا؟ اه. لما اعمل لها نيجاتيف يبقى هيتعمل لها ريفليكشن هنا. محدش يقول لي بقت اكس باور 3، لا هي شبهها شويه بس مش هي. تاني، دي الاكس باور 2 اللي هي الجزء اللي فوق ده، ونيجاتيف اكس باور 2 يعني اخدت الجزء ده وعملت له ريفليكشن، فبقى الكيرف بتاعي اللي هو ده كله. هو عايز ايه؟ عايز الرينج يا راجل. يبقى الار كلها. طب ار اكسبت زيرو؟ لا. ليه؟ لان انا ما شلتش الزيرو، انا ما شلتش الزيرو هنا، زيرو هو موجود كلوز، هو اتشال من دي بس كمل هنا موجود. يبقى ار كلها اللي هو الاختيار سي. question 32، question 32 مش هنا، في البيج اللي بعدها اهي. نعمل نفس الكلام اللي عملناه.
the range of function absolute x over x. طب انا برضو مش عارف. لا انت عارف وانت شاطر الرينج بتاع الفانكشن دي وانت مغمض عينك على طول من غير ما تتعب نفسك ب1 ونيجاتيف 1. طب والستبس؟ بص يا جميل الستبس عشان تعرف بعد كده ازاي تقول وانت مغمض عينك. الابسوليوت هنعمل لها ريديفاين، فهتبقى حاجتين يا اكس يا نيجاتيف اكس. امتى اكس؟ لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال 0. امتى نيجاتيف اكس؟ لما الاكس ليس ذان 0. طب لما تبقى دي اكس يبقى اكس اوفر اكس بكام؟ ب1. طب لما تبقى نيجاتيف اكس يبقى نيجاتيف اكس اوفر اكس بكام؟ بنيجاتيف 1. في فاليو غيرها في الواي؟ اه دي لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال 0، دي لما الاكس ليس ذان 0، مش هتاثر علينا. مفيش فاليو غيرها، يبقى يا 1 يا نيجاتيف 1، يبقى هو ده الاختيار الايه؟ الصحيح بدون ما نرسم. هنا عندي بيس وايز فانكشن فيها 3 برانشز ذا رينج اوف فانكشن. يا سلام. ركز معايا علشان ده كان سؤال من شويه. امتى؟ في الدرس اللي فات تقريبا كان في سؤال زي كده، بس يعني الفاليو مختلفة، بس 3 branches برضو نفس القصة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب ال coordinates axis بتاعتنا عادي اهي، ونبدأ نرسم. هنجزء الفانكشن بتاعتنا لثلاث اجزاء، جزء اللي قبل النيجاتيف 1، وجزء اللي هو بعد ال 1، والجزء اللي بينهم. أول حاجة الجزء اللي قبل النيجاتيف 1، هو بيقول لي نيجاتيف 1 أوفر إكس. طيب هو أنا أصلاً النيجاتيف 1 أوفر إكس دي شكلها إيه؟ خلي بالك بص عشان دي طريقة حلوة جداً هترسم بيها. يعني أنا ممكن أعمل 2 لاينز برضو هنا كده من باب الدلع، يعني علشان أنت لما تيجي ترسم شاطر وتكتسب الخبرة دي مني. أنت بتكتسبها عشان أنت شاطر، تمام؟ مفيش حاجة اللاين ده ملوش لون، نلونه. وهنعمل لاين تاني كده. اللاينز دول انا وظيفتهم ايه عندي؟ وظيفتهم ان انا قسمت الرسمه لثلاث اجزاء، في جزء اللي من نيجاتيف 1 ل 1، وجزء اللي بعد ال 1، وجزء قبل النيجاتيف 1. ركز معايا بقى وشوف انا هعمل ايه؟ هعمل حركه حلوه جدا. انا عندي هنا 1 اوفر اكس، لا دي نيجاتيف 1 اوفر اكس، من غير ما تتعب نفسك الفيرتكس بتاعتها او السيمتريك بوينت بتاعتها اللي هي 0 0. طب ما هي نيجاتيف يعني العكس، بدل ما كانت كده هتبقى كده، صح؟ يعني في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، صح؟ بس ده كله اصلا فين؟ في الجزء اللي هو اقل من نيجاتيف 1، يعني في الناحيه دي كده. يبقى هاجي همسح كل اللي قبل، هو ده كله هيتشال. حلو قوي، حلوه الفكره دي، حلوه الفكره دي. الجزء الثاني اللي هو ابسوليوت اكس نيجاتيف 1 ل 1، طب ابسوليوت اكس اصلا شكلها كده. طبعا دي هنا اوبن عشان هنا مفيش ايكوال، ودي كده اهي. طب هي عند نفس البوينت اتقابلوا ولا في حته ثانيه؟ لا عند نفس البوينت. ليه؟ لان الايمج بتاعت النيجاتيف 1، انت بتقول لي نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 1 ب 1، يعني هي نفس البوينت. طب والباقي؟ الباقي 1 اوفر اكس. طب ال 1 اوفر اكس دي كان شكلها ايه؟ كان شكلها كده، صح؟ وهنا انا برسم في الجزء ده، فانا لو مشيت بنفس المنطق اللي فات ده هرسم شكل الكيرف هيبقى كده، وهقول له ان هي هنا ايه؟ اوبن. طب وبعدين هشيل الباقي. خلي بالك انا ما عملتش الجزء اللي تحت، ليه؟ لان انا مش عايزه، وانا كنت هرسمه، يعني انا كنت هقول ده كده وده الكيرف كده، وبعدين ارجع امسح تحت. طب هو ده شكل الكيرف اللي قدامك، شفت الكيرف ده؟ هو ده شكله، عشان لو شفته في الامتحان تبقى عارفه. وعايز ايه؟ عايز الرينج. يا راجل الرينج فين؟ الفاليو هنا الاكس موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده، يبقى الزيرو. طب ليه موجوده هنا لكن مش موجوده في ده؟ لان ده بيقرب من الاكس اكسس بس ما بيلمسوش. اعلى فاليو عندي في الواي كام؟ اللي هي ال1، يبقى فروم 0 تو 1 والاثنين كلوز. طيب ايه ده؟ فين الاختيارات؟ هو ما فيش اختيارات ولا ايه؟ لا في طبعا، فروم 0 1 والاثنين كلوز اللي هو الاختيار بي. سؤال مهم جدا وحلو قوي وكويس يعني. ننزل نشوف السؤال اللي بعده. question 34. الاكسرسايز حلو جدا وممتع جدا، ويمكن من احلى الدروس اللي انا بحبها. the range of function، طب خلاص piecewise. انا قلت ان قبل ال1 كانت x minus 1، طب ما دي linear، يبقى هتعمل لها ادي x وy table.
انا بدأت بال1 صح، يبقى هاخد 1. طب بعد ال1 هناخد اكتر ولا اقل؟ هو مش اقل اقل من ال1، اه يبقى اخد مثلا 0. لما الاكس ب1 يبقى 1 ماينس 1 ب0. طب لما الاكس ب0، 0 ماينس 1 بنيجاتيف 1، يبقى انا عندي 2 بوينتس 1 و0، ادي 1 و0. وطبعا عند ال1 اوبن، يبقى ادي اوبن. معلش نرجع تاني نقول له تعالى، مش عايزين دي كده، عايزينها اوبن. دي 1 و2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 و1 و2 و3. طيب يبقى 1 و0 بس اوبن، و0 ونيجاتيف 1، ادي 0 ونيجاتيف 1. طب دي اوبن ولا كلوز؟ ولا اوبن ولا كلوز، اصلا الكيرف ماشي للاخر، ودي اتعلمناها في اول سيشن، كان عندي اكزامبل زي كده في اول سيشن. طب بعدين بيقول لي لما الاكس جريتر ذان 1 هي ايكوال 3، ادي 1 2 3. يا سلام. طب دي اوبن ولا كلوز برضو؟ ليه عملتها كلوز؟ هي اوبن. ليه؟ لان هي عند ال1 اصلا ما فيش فانكشن، يبقى لما الاكس جريتر ذان 1 ده اصلا هنا دي 2 ودي 3، يبقى هطلع هنا واعمل اوبن واكمل كده. هنا عايز الرينج، مش في هنا 3؟ اه. وفي مين تاني؟ في من نيجاتيف انفينيت لحد 0 اوبن، يبقى من نيجاتيف انفينيت لحد 0 اوبن يونيون 3، هي الاختيار سي. السؤال اللي بعده هو question 35. question 35 what is the curve of function f of x equals 1 over x minus 3 plus 4 does not intersect the straight line whose equation mean. بص يا شباب، لما كنت برسم الفراكشنال فانكشن اصلا كنت برسم الكوردينيت بلين، كنت برسمها كده. طبعا هي عمرها ما كانت خلي بالك، لما كان الفيرتكس 0 0 ما فيش اكس ايكوال 0 وما فيش واي ايكوال 0. يعني لو اتغير الفيرتكس وبقى زي السؤال اللي قدامي ده اللي هي بقت 3 و4، يعني الكيرف اوف فانكشن هيبقى عند ال 3 و4 هنا. الكيرف برضو لما يترسم مش هيعمل انترسكشن ولا للاكس ايكوال 3 ولا للواي ايكوال 4. ادور هلاقي ان هنا الاكس ايكوال 3، يبقى هو ما بيعملش انترسكشن لل x equals 3. نشوف السؤال اللي بعده. If y f of x is a real function then its image by translation 3 units vertically upward. Upward يا جماعه يبقى في بلس 3 بره الفانكشن اللي هي c. If y equals f of x represent real function then its image by translation 5 units vertically downward in same as g of x equals can. مش vertical downward، يبقى ال f of x minus 5 بره الفانكشن. أسئلة سهلة جدا ومباشرة جدا. هنا بيقول لي the curve of function g of x equals x power 2 plus 4 is the same curve of function f of x equals x power 2 by translation. يا راجل 4 units فين؟ هي هرج معايا 4 units فين؟ مش دي 4 upward يبقى في اتجاه مين؟ ال OY. طب مين ال OY يا جماعة؟ اليمين ده اسمه OX، الشمال ده اسمه OX داش، واللي فوق ده اسمه ايه؟ او واي، واللي تحت اسمه ايه؟ او واي داش. اكيد طبعا انتوا عارفين، انا عارف ان انتوا عارفين. شوف السؤال اللي بعده. question 39 the curve of function g of x equals absolute x minus 2 is the same curve of function f of x equals absolute x then by translation 2 units in direction of mean. طيب يبقى أنا هنا g of x equals absolute x minus 2، أدي أهو. مش ده absolute x، طب أنا ليه بعمل كده؟ مش محتاج كده. هو minus 2 يعني اتحرك لتحت، يبقى y او y داش. نفس الفكرة اللي فاتت واللي قبلها. The real function its domain negative 3 and 4 then its domain the domain of الأسئلة اللي دي أسئلة رائعة جدا، واللي فهم هيحل على طول. هو انت الفانكشن دي اصلا اتحركت فين؟ اتحركت اب. اتحركت اب ولا رايت ولا ليفت ولا داون؟ لا اب. طب لو اتحركت اب او داون، التحرك في الاب والداون ده هيأثر على الاكس اكسس ولا هتفضل في نفس البوينت في الاكس؟ ايوه، يبقى الدومين بيفضل زي ما هو اللي هو نيجاتيف 3 و4 زي ما هو بدون اي تغيير. طيب امتى كان الدومين يتغير؟ لو الفانكشن اتحركت يمين او شمال. طيب التغير بيبقى ايه؟ هو نفس الحركة اللي اتحركها الكيرف، يعني لو اتحرك 2 steps right يبقى هتبقى plus 2. لا كده يعني تمام؟ أو خلينا نقول هنا لو رجعت، عشان يمكن ما يجيش السؤال ده، خلينا نقول الفكرة. لو قال لي f of
اكس ماينس 3. هي مش الماينس 3 ده يعني الكيرف بتتحرك 3 ستيبس تو رايت؟ اه، يبقى الاثنين دول هتعمل لهم بلس 3 مش واحده، فهتبقى 0 و7. فهمنا كده؟ اتمنى ان احنا نكون فهمنا، لان دي فكره مهمه. هنا بيقول لي the curve of function 1 over absolute x plus 2 is the same curve of function 1 over absolute x by translation. واحد يقول لي انا عايز ارسم الاول، ما ترسمش، هي مش دي function ودي نفس الفانكشن بس اعمل لها بلس 2، يبقى اتحركت للاواي يعني لفوق. عايز ايه تاني؟ ما اعرفش. نشوف السؤال اللي بعده. نيكست بيج اللي هي فيها اخر اسئله، اخر مجموعه اسئله. خلاص احنا عندنا هنا the curve of function g of x equals الكلام ده is the same curve of function absolute الاكس. يا راجل مش هنا في بلس 3؟ ايوه. يبقى هو هيتحرك رايت ولا ليفت؟ بلس، يبقى هيتحرك ليفت. يعني في الاو اكس ولا الاو اكس داش؟ او اكس داش. اللي بعده f of x is the real function then its image by translation 4 units to left. 4 units to left يا جماعه يعني f of x plus 4 بس كده. f of x plus 4 اللي هو الاختيار b. هنا the real function its domain هو ده اللي انا قلته. النيجاتيف 2 دي يا جماعه هتحركها رايت ولا ليفت؟ رايت. رايت كام ستيبس؟ 2. يبقى هنحط هنا بلس 2 وهنا بلس 2، يعني ده 0 وده ايه؟ 5. يبقى 0 5 اللي هو الاختيار سي. شوف السؤال اللي بعده. 45 f of x equals negative x power 2 move 3 units to the right and 2 units down then the resultant curve g of x الـ g of 4 equals كام؟ طب ما تيجي نجيب الـ g of 4 أو الـ g of x بعد الـ translation، هيبقى عبارة عن إيه؟ g of x اللي هو عبارة عن إيه؟ f مش هو اتحرك 2 units down؟ أيوه، يبقى في minus 2، واتحرك إيه؟ 3 units to right. to right يعني إيه يا جماعة؟ يعني x minus 3 بس كده؟ أيوه. يبقى الـ g of x equals الكلام ده، هشيل دي وأحط الـ x power 2، هي دي negative. هتبقى عبارة عن مين؟ نيجاتيف، ودي اكس باور 2 ماينس 2، يبقى ادي اكس ماينس 3. خلاص انا شلت دي وحطيت نيجاتيف اكس باور 2، ادي نيجاتيف اكس باور 2 وادي النيجاتيف 2 بتاعت الترانسليشن. طب الجي اوف 4 يبقى هتشيل الاكس وتحط 4، 4 ماينس 3 ب 1 ودي نيجاتيف. ما تقوليش الباور 2، الباور 2 هي 1 باور 2 ب 1 والنيجاتيف هتبقى نيجاتيف 1 ماينس 2 يبقى نيجاتيف 3، يبقى الايمج بتاعتي نيجاتيف 3. حد فاهم حاجة؟ نقول تاني، انت كل اللي انت عملته ان انت عملت الترانسليشن، جبتها f of x minus 3 plus 2، شلت ال f of x وحطيت الفاليو اللي هي نيجاتيف x باور 2، ادي نيجاتيف وال x minus 3 زي ما هي باور 2 minus 2، وبعدين عملت سبستيتيوت لل x بكام؟ ب 4. السؤال اللي بعده. دي اخر مجموعه اسئله عندي. If the curve of function f of x equals negative x power 3 moves 4 units to left and 2 units upward to become g of x يبقى نفس الفكرة بالظبط. هعمل ايه؟ هاخد negative وادوه power 3 واقول له هو اتحرك ايه؟ 4 units to left يبقى x plus 4، 2 units upward يبقى plus 2. هنشيل ال x ونحط negative 2، negative 2 plus 4 ب 2، all power 3 ب 8، ونيجاتيف يبقى نيجاتيف 8 بلس 2 يعني ايكوالز كام؟ نيجاتيف 6 اللي هو الاختيار. كان question 46 47. We only the curve of function g such that g of x equals x is the same curve of function f of x equals by reflection على الـ x axis. f of x equals a reflection على الـ x axis يا جماعه، يبقى الـ x هتبقى ايه؟ نيجاتيف اكس. معرفش هو ايه ده، يعني ايه الاختراع في كده، بس ما فيش مشكله. The product of the slope of the straight line f of x equals ده، هو السلوب بتاع الستريت لاين عباره عن ايه؟ اللي هو الكوفيشنت اوف اكس ما دام هي y equals. السلوب اوف ستريت لاين يا جماعه ليه تو ريليشنز. الريليشن الاولانيه لو كانت f of x equals شكلها اصلا بيبقى ايه؟ mx plus c. الام اللي هو السلوب والسي اللي هو الانترسبتد بارت اوف واي اكس، يبقى ده السلوب زي الحاله دي. الحاله الثانيه لو كان مثلا اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال 0، ايه الفرق بين دي ودي؟
دي واي ايكوال اكس، او اف اوف اكس ايكوالز الاكس اوف سايد لوحدها، لكن هنا الاثنين مع بعض. هنا السلوب كان بيبقى نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس على كوفيشنت اوف واي. الكلام ده هتستخدموه في ثالثه ثانوي كتير جدا. طيب هنا خلاص يبقى باي ريفليكشن ان اكس اكسس ايكوالز كام؟ ثواني بقى، البرودكت اوف ذا سلوب الريفليكشن اوف اكس اكسس يا جماعه يعني ايه؟ يعني الفانكشن كلها تبقى نيجاتيف، فالسلوب ده ايه والسلوب التاني نيجاتيف ايه، صح؟ يبقى البرودكت بتاعهم كام يا جميل؟ ايه تايمز نيجاتيف ايه بنيجاتيف ايه باور 2 اللي هو الاختيار دي. اهم حاجه نعرف نترجم يعني ايه ريفليكشن اوف اكس اكسس، يعني ايه سلوب. The curve of function g of x equals 1 minus absolute x is the same curve of function absolute x by reflection on x axis, then translation of magnitude 1 unit in direction of. يا راجل بس كده، طب ما هو قال ان هو reflection على x axis عشان negative، وبعدين 1 unit في الدايركشن مين؟ مش دي 1 بره؟ positive ولا negative؟ positive، يبقى في ال OY اللي هو الاختيار C. وبكده يا شباب يبقى خلصنا exercise 5. وإن شاء الله ألتقيكم في أجزاء تانية. طبعا إحنا هنكمل إن شاء الله يونت 1 في الألجبرا، وبعد كده هنبدأ نشتغل في الكالكلس، يعني هنعمل أوردر كده معين للمنهج. إن شاء الله يكون مفيد يعني ليكم ونافع، بس أهم حاجة بالله عليكم محدش يشوف حل بدون ما يكون فاهم شرح أو بدون ما يذاكر الدرس. حتى يا رب تذاكره أنت من البوك أو من الشيت أو whatever مكان، لو أنت ما حضرتش مثلا السيشن أو تشوف أي حد شرحه وبعد كده تبدأ تحل، ومحدش يشوف الحل قبل ما يحل بإيده علشان يقدر يقيم نفسه هو فهم ولا بينقل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.